نص كيلو لحمة مكعبات صغيرة، وكوبايتين من الشعرية، معايا كوبايتين عدس بجبة، كوبايتين حمص الشام مسلوق، ويفضل ان هو ما يجيبش معلب جاهز، لا احنا اللي نجيبه وننقعه ونسلقه علشان يبقى ماسك نفسه ما يبقاش مهري. معايا كمان بصلايه كبيره مفرومه ناعم، نص كوبايه كزبره مفرومه، كوبايتين صلصه طماطم متسبكه، نص كوبايه صلصه طماطم بوريه، نص كوبايه من الزيت، لترين مرقه لو عندك مرقه طبعا من الشوربه، عندك مرقه من لحمه سلقاها ماشي، ما عندكيش هيبقى لترين ميه او ازيد او اقل على حسب ما تاخد مننا، وهنحط فيها مكعبات مرقه. معانا ايه كمان؟ معايا نص كوبايه من الدقيق، معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره كمون وملح وفلفل اسود. الشعريه بتبقى نيه والعدس بتبقى نيه، دوب ان احنا بنغسله وبنصفيه علشان ما يبقاش فيه تراب، والحمص مسلوق واللحمه تبقى نيه. طيب عندي حله على النار، بصوا بقى هنعمل ايه. بسم الله، حبه من الزيت، هما طبعا هناك بيعملوها بزيت زيتون، حبه من الزيت هعمل فيها ايه دلوقتي؟ هروح منزله اللحمه، واللحمه تبقى متقطعه مكعبات صغننه جدا زي الكبده العصافيري كده. طيب نونه، لو عندي لحمه مسلوقه ينفع ان انا اعمل اعاده تدوير واعمل شوربه الحريره؟ اه طبعا، اعملي لو في عندك كام حته كده من اللحمه المسلوقه قطعيها مكعبات صغننه، وابداي ان انت حضري باقي المكونات واشتغلي بيها كاعاده تدوير عادي جدا. اول ما نزلنا اللحمه، حبه من الفلفل الاسود علشان يتغير الشكل بتاعها خالص ويتغير لونها، وهي بتاخد الصدمه بتاعتها تبقى ريحتها في منتهى الجمال بالشكل ده كده، يتغير اللون خالص بالشكل ده. طيب عندي ايه دلوقتي؟ عندي عدس وعندي حمص وعندي شعريه، دول هيتحطوا امتى؟ مش دلوقتي، دول بيتحطوا في المرحله الثانيه. طيب المرحله الاولى اللحمه، وبعدها البصل، كل ده بيتشوح مع شويه زيت ومعاهم فلفل اسود. عندي ايه كمان؟ عندي كركم وكمون، ونشوح ده كله كده اهو مع اللحمه. طيب نونا، هي اللحمه هتبدا ان هي هينفع تلحق تستوي على ما الشعريه والعدس يستوي؟ اه طبعا، عشان كده احنا مقطعينها عصافيري حتت صغننه خالص علشان ان هي ما تاخدش وقت في التسويه معانا. هم هناك في المغرب بيعملوها لحمه ضاني، لحمه ضاني اللي هي من غير عظم دي، بيقطعوها قطع صغيره جدا كده زي العصافيري زي ما بقول لكم كده، علشان تدي نكهه حلوه قوي وتطعيمه في منتهى الجمال. طيب عندي ايه تاني؟ الكزبره ما بحطهاش دلوقتي، عندي الدقيق وعندي صلصه طماطم وصلصه مسبكه، وعندي الحمص والشعريه والعدس. طيب ايه اللي هيتحط دلوقتي؟ هقول لكم حاجه، بصوا كده، الدقيق هدوبه مع المرقه. طب ليه بعمل حاجه زي كده؟ علشان ما ينفعش ان انا احط على النار والحاجه تبقى سخنه وارجع بعد كده احطها، فالدقيق هيكتل معايا ويكلكع، علشان كده بدوبه الاول في الشوربه بره ياخد براحه في التقليب، وارجع بعد كده لما انزله على باقي المكونات تبقى قوامها حلو، ما تبقاش اللي هي اسمها ايه عندنا، ما تبقاش صيصه. يعني ايه ما تبقاش صيصه؟ يعني ما تبقاش خفيفه، لا عايزين القوام بتاعها يبقى كويس. انا مش مكتره الدقيق، يا دوب هما معلقتين على لترين المرقه بالشكل ده كده، عشان يطلع القوام بتاعها متوسط حلو كده، ولا يبقى خفيف صايص ولا يبقى تقيل مكتل. ودوبت الدقيق من بره اهو علشان ما يكتلش معايا جوه الشوربه. طيب عندي ايه دلوقتي كمان؟ اهي اللحمه ماشيه تمام وزي الفل، هروح حاطه بقى الملح، حطيت الحمص وحطيت العدس، بصوا شكل المنظر بتاع الشوربه عامل ازاي، مع حبه الكركم اللي اتحطوا، مع الكمون والملح والفلفل الاسود، البصلايه واللحمه، حبه شوربه هايلين. عندي دلوقتي المرقه، بسم الله، وحد هيقول لي طب انت ليه حطيتي المرقه الاول بالدقيق قبل ما تحطي الشعريه؟ طيب ده سؤال حلو قوي. طيب انا ليه حطيت ده قبل الشعريه؟ عشان لو كنت حطيت الشعريه مع العدس ومع الحمص وشوحتهم مع بعض، هاجي بعد كده الاقيها بدات تعجن معايا وتتقل، وانا مش عايزه حاجه زي كده، فعلشان كده حطيت المرقه اهي الاول بالشكل ده كده، وادي صلصه الطماطم مع صلصة الطماطم البوريه،
بص انا حطيت السوائل قبل ما احط الشعريه، بحط الشعريه في الاخر، ولما كل ده بيستوي معايا وتمام وزي الفل ابدا بقى احط الكزبره. بص القوام بتاع الشوربه عامل ازاي اللي انا بقول لكم عليه، مش صيصه مش خفيفه خالص، ده لسه كمان لما الحاجه تبدا تستوي هنلاقيها قوامها تمام وزي الفل. ابدا بقى دلوقتي احط الشعريه، وبعد ما احط الشعريه لو لقيت القوام تقيل قوي، لان طبعا الشعريه يعتبر من نوع النشويات برضو، هلاقي ان هو بدا يبقى تقيل قوي، عندي محضره ميه مغليه. الميه المغليه دي علشان لو لقيت الخليط بدا ان هو يتقل معايا ابدا ان انا ازود ميه مغليه اخفف بيه الخليط. مش الشكل ده كده، شايفين المنظر بتاعها عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه. هغطيها كده نص تغطيه واسيبها مع نفسها غلوتين ثلاثه، وابص عليها واشوف هل هي محتاجه ميه سخنه تاني ولا هستكفى باللي محطوط فيه والسوائل اللي محطوطه فيه. كزبره الناشفه الا كزبره الخضراء اسفه هتبدا ان هي تتحط بعد ما بتستوي خالص علشان ما تبقاش ما تتبلش زياده. انا عايزاها ساعه التقديم، او انا خلاص قفلت عليها وخلاص فاضل لي مثلا 5 دقائق او 10 دقائق وهقدم الشوربه بتاعتنا، اروح احط الكزبره الخضراء واقلبها وابدا ان انا اقدم. بتدي نكهه وبتدي ريحه وبتدي تطعيمه في منتهى الجمال. كده خلاص اهي زي ما انتم شايفين، فاضل على الكزبره بس تاخد الغلوتين بتوع الشوربه على النار بتاعه الحريره. اهي شوربه الحريره اهي على النار، كل شويه بقلبها علشان طبعا المكونات اللي فيها مش عايزينها ان هي تعجن معانا. اديتها شويه ميه سخنين علشان تبقى واخده براحها كده في التسويه، ووطيت عليها النار علشان تستوي براحتها. طيب فيها شويه ميه مغليين علشان انا عايزاها زي ما قلت لكم تاخد براحها في التسويه، تاخد براحها في التسويه، لان انا قلت لكم عندي حمص وعندي عدس وعندي شعريه كل دوت بيتقل. فعلشان كده بصوا كده نزود بالشكل ده. حد هيقول لي طب ما هي كده كده هتتقل يا نونا، طب واحنا ليه حطينا اصلا معلقتين الدقيق؟ احنا لو اعتمدنا على التقل بتاع الشعريه والعدس لما يستووا مش هيدونا التقل اللي انا عايزاه برضه، فعلشان كده بحط معلقتين الدقيق مع المرقه عشان ما تبقاش صايصه معايا وخفيفه. في الشوربه كزبره فحطيناها ساعه التقديم اهي. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، ده القوام اللي انا عايزاه للشوربه. الكزبره لما بتتحط بتدي ريحه هايله جدا وبتنقل الطعم كمان لحته